هل يتردد متى تنال المرأة العربية نصيبها العادل في سوق العمل ومشاريع التطور والإنماء؟ من حيدرآباد، تجارب نسوية تلقى الدعم عبر شراكات أمريكية، نتابع. عندما تستثمرون في النساء فإن هذا الاستثمار سيعود على عائلاتهن وكذلك مجتمعاتهن. يقولون أن 90 سنتا من كل دولار تحصل عليه المرأة يذهب إلى أسرتها ومجتمعها، وبالتالي يعود بالفائدة على قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية وأخرى من شأنها أن تخلق تأثيرا إيجابيا على الأجيال. المزيد مشاهدينا، نرحب بضيفنا مباشرة من واشنطن السيد جون سيتيليدس، المتخصص في العلاقات الحكومية وتطوير الأعمال وإدارة المخاطر الجيوسياسية. أهلا بك معنا سيد سيتيليدس. بداية، يعني رغم النجاحات إلا أن نتاج ريادات أعمال نسوية على مختلف المستويات لا يزال رهن الكثير من الصعوبات، لماذا؟ أعتقد أن الموضوع الرئيسي هو الحاجة لحرية اقتصادية أكبر مرتبطة بزيادة في الحرية السياسية للنساء. الشيء المهم هو عدم التساوي بين الجنسين. الكثير من النساء ليس لديهن فرصة الوصول إلى المؤسسات المالية والاقتصادية مثل الرجال، وإذا بدأت الحكومات في فتح المجال أمام رأس المال وتحريك قوى العمل ومعلومات الاقتصاد، وأيضاً وضع قوانين لمكافحة الفساد، والنساء يستطعن الوصول إلى موقع العمل، هذا يفتح السوق المفتوحة ويساعد النساء على التقدم اقتصادياً في الدول في أنحاء العالم. يعني برأيك هل نجحت تجارب شراكات عالمية بإرساء الانفتاح الاقتصادي بما يدعم ريادي الأعمال خصوصاً من الدول النامية؟ أعتقد أننا لو نظرنا على مؤتمر القمة العالمي الذي يحدث حاليا، فهناك فرص اقتصادية وفرصة ولكن الشيء المهم هو كيف أن كل حكومة في كل دولة تعامل مواطنيها بتساو قدر الإمكان. الحرية السياسية والاقتصادية تمشيان جنبا إلى جنب مع التقاليد الاجتماعية، ولكن إذا أطلقت الحرية للنساء ومكنتهن من الوصول وهذا بدون المساعدة الحكومية، فإن النساء قادرات على أن يكون فاعلات مثل الرجال. طيب سيد سيتيليدس، يعني لدى مشاركتها بافتتاح قمة ريادة الأعمال العالمية، شددت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب على أن كسر الهوة بين فرص المرأة والرجل في مجال الأعمال يدر بزيادة قدرها ربما 2% من أرباح الإنتاج. كيف ترون فرص تحقيق ذلك؟ أعتقد أن هذا هدف يستوجب الإعجاب. لا أعرف ما إذا كانت هناك طريقة محددة لتحقيق ذلك، ولكن الشيء المهم الأكثر من 2% هو الهدف الأكبر الخاص بزيادة الإنتاجية في أي مجتمع، عندما تمكن النساء من الحريات الاقتصادية والسياسية واحترام الأعراف والتقاليد الاجتماعية. الدول والمجتمعات التي تقيد فرصة وصول النساء إلى المؤسسات الاقتصادية تدفع تكاليف اقتصادية أكبر، هذه حقيقة. السيدة ترامب على حق، الوصول إلى 2 أو 3 أو 4% هذا ممكن، ولكن هذا يعتمد على الحريات السياسية والاقتصادية، وهل الحكومات تمنح هذه الحريات للمواطنين أم لا؟ طيب، لكن مع سياسة إدارة ترامب بفتح آفاق التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها، ما هي فرص التمكين التي يمكن أن تتوفر لرواد الشباب؟ تقريبا بمثل أهمية تمكين المرأة. هذا سؤال مهم تطرحونه.
بالنسبة للشبان ذوي المهارات والذين لديهم القدرة على العمل مثل الرجال، ما يحتاجونه هو الوصول إلى رأس المال، الوصول إلى الشركات التي تبحث عن إعطاء ومنح تمويل. الشبان يجلبون أشياء كثيرة إلى أي سوق. درجة اتخاذ الحكومات لهذه الخطوات من أجل تعزيز فرص الوصول إلى رأس المال أمام الرواد الصغار أو الشبان، والحرب ضد الفساد والممارسات التمييزية، هذه إذا توفرت يمكن أن تمكن الشبان والنساء من الوصول وتحقيق الأهداف في أي مجتمع. طيب، وأخيرا، ما هي قراءتكم ربما لفرص إنعاش الاقتصاد عبر ريادات الأعمال الشابة مع تفاوت الخبرات وقلة فرص التمويل؟ هذه مشكلة مهمة، وإحدى الأشياء التي نستطيع عملها من الولايات المتحدة والاقتصاديات المتقدمة الأخرى هي توفير برامج تبادل أكثر نشاطاً، وأيضاً توفير الخبرات من هذه الدول من أجل تشجيع الشبان على أن يصبحوا رواد أعمال، وتمكينهم من دخول المؤسسات المالية من أجل إقامة صلات أفضل. هذا ليس له علاقة بالتدخل الحكومي، وإنما له علاقة بالحرية الاقتصادية واتباع أفضل الممارسات وتدريب الرواد الصغار وفتح المؤسسات المالية لأبوابها كي يتمكن هؤلاء من بناء اقتصاد أكبر لكل المواطنين في الدولة. نحن نشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من واشنطن السيد جون سيتيليدس، المتخصص في العلاقات الحكومية وتطوير الأعمال وإدارة المخاطر الجيوسياسية. شكرا جزيلا لك.